ده تشاينيز ده يا معلم. لايت ويت انرجي سيفنج وولز بانل. اوبا. ايوه. او ماي جاد. هي دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصانع البلوكات والخرسانة الجاهزة. فبقى الناس دي كانت بصراحة يعني في من الفجر يعني حاجة بسم الله ما شاء الله يعني. يعني عاملين ماكت خرافي. انا اتفرجت عليه كان تحفة بصراحة يعني. قعدت اصور فيه وسبت المعرض باللي فيه. ماكت بسكيل محطات الخرسانة الاساسية يعني بتصب وكده. هم عاملين حوالي 33 محطة خرسانة على مستوى الجمهورية وبالصيانة بتاعتها بقطع الغيار بالكلام ده كله. بس حاجة يعني حاجة مستوى تاني خالص يعني. بس ما شاء الله كانت تحفة بصراحة. مش عارف يعني هم كانوا واثقين فينا ليه. بس احنا عادي يعني اتفرجنا يعني مقلناش حاجة. طبعا كان في برضه حاجات خطيره برضه الموضوع الابواب. وفي ابواب جاهزه بتيجي بقشره بي في سي. في ناس بتستورد ابواب ستاندرد مقاسات مثلا 90 95 85 في 2 متر 20 وهكذا. الابواب دي بتيجي جاهزه ابواب ستاندرد بمقاساتها كده. بتيجي استيراد بالفينش بكل حاجه طبعا يعني نفس لون القشره معمول على الحلق على البر على الباب على الحشوه. وفي حاجات مصريه برضو يعني في شركه مصريه وكانت بتصنع يعني حاجات كتير من الابواب دي يعني بيقول لك حقوق ملكيه وحاجات كده يعني. حقوق ملكيه ايه؟ مع اي شكل باب ممكن اي نجار يصنعه يعني. مصنعهم في طريق اسكندريه صحراوي وحاجه كده يعني. بس يعني ادونا دعوه يعني للحضور وربنا ييسر الحال لو فضينا بقى ولا عرفنا نروح نبقى نتكلم يعني. معظم الابواب اللي شغالين عليها في قلب المعرض او الشركات اللي كانت شغاله يعني بتبقى عامله طبقتين تجليد يعني وشين ام دي اف بيبقى بالقشره اللي انت عايزها تمام سمك 8 مللي. وبعد كده الحشوه اللي جوه بقى هي اللي بتختلف. فبيبقى ممكن تلاقي عندك مثلا حاجات يعني عوارض موسكي في حاجات معموله بخشب تبن كده في كمان في حاجات تبن مفرغ في دوائر او حاجات اسطوانيه كده مفرغه من الداخل في كرتون بيبقى حاجات زي كرتون متطبق كده وبيتفرد جوه الباب وبيتكبس الوشين عليه. كل دي اشكال وبتختلف طبعا السعر حسب ايه حسب الشغل يعني المطلوب يعني. موضوع بقى الكيرتن وول والشبيك البي في سي ده بصراحه غزل مكان يعني. الكلام ده مثلا من حوالي من 5 ل 10 سنين فعلا ما كانش الكلام ده بالغزاره دي. ده اجتاحوا السوق يعني. انا شايف فعلا في كميه قطاعات بي في سي او كميه شركات شغاله في البي في سي يعني. انا قابلنا اكتر من 10 شركات هناك كلهم بيعرضوا شغلهم. وناس سوريين وناس اجانب وناس مصريين يعني. في شركات بتخليك اللي هو ايه بتبيع لك برضه المكن اللي يعمل لك مصنع. مش ان انت تعمل تروح تشتري منهم شبابيك او كده لا. ده هو بيديك المكن اللي بتاخد منه وتبتدي تشتغل بيه. طبعا بي في سي يعني حاجه محترمه جدا مقاومه طبعا عوامل جويه الرطوبه والكلام ده كله. وكمان بقى في يعني تحديث دلوقتي الاكسسوارات بتاعتهم بطريقه كبيره جدا. عزل الصوت عندهم رائع وبيبقى كمان القطاع بتاعه مدعم مسلح من القلب بحاجات من جوه يو سيكشنز وحاجات زي كده ميتال داخل قطاع البي في سي نفسه. فيعني حاجه خطيره. ده ايه ده ازاز مصفح ده ولا الملمس بتاعه في طبقه على الوش حاجه مفتخره. ازاز كله ازاز طبعا. مادة العزل اللي في القلب عينات كلها في انعكاس ازرق كله ازاز كله ازاز. رايح على طول على الكتالوج نعرف مين. كوتيد جلاس. طيب يا جماعة بالنسبة لقطاعات الكيرتن وول. الكيرتن وول يعني يعتبر بحر من القطاعات تمام. اشكال كتير وانواع كتير وحاجات كتيرة جدا. انا معرفش ايه ده ايه الماتيريالز دي وايه الهدف منها اللي كان الماتيريال في القلب دي يا حضرتك ده منع رطوبة.
منع رطوبه جوه السويسرا بيتحط جوه السويسرا منع رطوبه بيمتص الرطوبه. ايه الفيصل او ايه السبيل اختيار القطاع المناسب ليك انت؟ اول حاجه بتتعمل دراسه للاوزان طبعا، يعني انا دلوقتي الاستراكشر بتاعي ده هيبقى حمله قد ايه، دبل جلاس ولا لا، تمام، سمك الازاز، الارتفاعات والمسطحات بتاعتي قد ايه، بثبت السبورت بتاعي كل قد ايه، يعني هل هثبت في بطاطا الخرسانه بس، بطاطا الخرسانه ارتفاعات كل 3 متر كل 3 متر ونص وهكذا، هل في حاجه تانية ممكن اثبت فيها ازود عليها الاستراكشر ولا يعني اثبت فيها ازود بوينتس للتثبيت وتدعيم الاستراكشر ولا لا، المسطح بتاعي قد ايه واحمال الرياح، تمام. فطبعا كل حاجه من دي ليها بوينت معينه، كل حاجه من دي ليها عامل بيساعد في التصميم، وبناء عليه بيتم اختيار القطاع المناسب ليك انت. جميع القطاعات طبعا لازم بيتعامل لها شهادات اختبار، مقاومه للميه، مقاومه للرياح، مقاومه للاكسسوار بتاعها والكاوتش بتاعها ما يسربش ما يعملش. هو بيقفل من فوق من الجناب ده شغل على ابوه. القطاع اللي معانا ده هو القطاع اللي استخدمته الشركة الصينية في البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية في مصر عندنا. ده بيبقى مين ستراكشر بيتثبت فيه، ده بيطلع منه ده يركب القطاع وبعدين يتحط عليه كل الإزاز. في اكسسوارات خطيرة جدا، وممكن كمان يتركب عليه الرخام الميكانيكي. طبعا اثناء اللف في المعرض وكده لفت نظر ارتفاع الباب، اكيد هو معمول عشان خاطر يلفت النظر، يعني ارتفاع الباب خطير جدا، فشوف انت الوزن اصلا بتاع الباب ده، الناس اللي شغاله في التنفيذ عارفه ده كويس، يعني المفصله اللي راكبه دي شايله وزن الباب ده ولا لا، اكيد الناس فاهماني قصدي ايه. برضو دي شركات لتصنيع الازاز اللي هو ميدل ايست، ميدل ايست لتصنيع الازاز، شركة مصرية بتستورد الـ HBL وبديل الخشب، يعني التجاليد الخشبية اللي كانت بتتعمل مثلا بتعب ومجهود ومشقة دلوقتي ألواح جاهزة تيجي تركب على طول طق طق في مكانها. دي شركة الفراعنة برضو كانت موجودة هناك شغالة بقى في الأرميد وبديل الخشب اللي هي الحاجات دي، و HDF أرضيات، يعني حاجات من دي كتير بقى. الفاير بروتكشن برو سيريس دي طبعا يعتبر ايه الحاجة الوحيدة اللي لقيتها في قلب المعرض بتديك سيليكون مقاوم للحريق، ما لقيتش الاهتمام بالمنتج ده ان هو يبقى مقاوم للحريق غير من الشركة دي، وبصراحة يعني ايه حاولت خدت الداتا شيت بتاعتهم وكده وشفت الدنيا هناك، هي الدنيا عندهم ما شاء الله قوية فيه اهتمام بالمنتجات وكده، بس الناس ما كانتش عارفة ترد علينا واحنا بنسأل. عندهم كذا منتج مثلا سيليكون يستخدم للعزل وفي نفس الوقت مقاوم للحريق، فانت تقدر تفصل بيه زونه عن الثانيه، حتى لو عندك مثلا ضغطات صاج معديه، عندك مثلا دنابر هتنزل تقفل وكلام من ده، وحيث تغلق باحكام زونه عن الثانيه، فده حل ممتاز جدا ومقاوم للحريق برضو ايه زي ما قلنا. نصار جروب، نصار جروب دي كانت شغاله طبعا، ايه اشتغلت معانا اصلا شخصيا في المسرح اللي احنا اشتغلناه، وعملنا بيه صاج مثقب، يعني صاج مخرم وكده، تقنيات عزل الصوت والحاجات دي كلها في كورس التنفيذ لو عايز تبص عليه. بس هم مبدئيا شغالين في المسمار، الصواميل، السلك، الشبك بانواعه وهكذا، يعني ايه سلك اللحام، يعني حاجات كتير كده شغالين فيها تبع اعمال الحداده، وربنا ييسر الحال وممكن نحكي عن تجربتنا معاهم قريب. يعني دي بقى يعني مش عارف، على عكس المتاح هناك ان في بدل البديل 1.2، دي كانت الشركه الوحيده تقريبا اللي كانت بتتكلم في موضوع المطبات الصناعيه وحاجات الامن الصناعي والعلامات اللي هي المطبات وحمايه الحوائط والزوايا. الشركه دي يا جماعه طيب هي دلوقتي شغاله في اعمال السند، او هي البروفايل بتاعها او الويب سايت بتاعها لما دخلت عليه هم شغالين في حاجات تانية كتير بره، بس المعرض اللي كانوا شغالين فيه ما كانوش بيعرضوا حاجة غير موضوع السند او اللي هي الشيت بايلز والحاجات دي، انما هما يعني ما اتكلموش معانا في حاجة ثانية غير موضوع السند والشغل بتاعهم في المواني وعلى اللي هي السند الكباري للتربة للاساسات بتاعت العمارات الكلام ده كله. شغال في الطينة بس ده معدن، ده يعني شغال في ستيل معدن يعني. طيب الشيت بايلز ببساطة جدا هو طبعا بيجيب الشيت
زي ما بيتورد عنده كده بيبتدي يدقه في قلب الارض. الحفار ده في شاكوش بيبتدي يدق عليه تك 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 كده وهكذا ايه لحد ما بيثبته في مكانه، وبيخش التاني معاه عاشق ومعشوق وهكذا لحد ما بتخلص الايه الخط السند بتاعك كله. يعني هو سيمبل جدا وبسيط جدا ومحترم جدا. حاجه ايه ده؟ ايه يا عم في ايه؟ بس الويب سايت بتاعهم شغال بقى على الاستدامه والسستينابيليتي والمش عارف مين خد من ده كتير. شكلنا هنعمل موضوع قريب على الاستدامه والحاجات دي. The sheer scale of opportunity sustainability is giving our sector. If the industrial revolution hadn't invented steel, sustainability would have invented steel. لان في ناس كتير بتزيط عليه، يعني الموضوع ترند وبتاع فاهم، الدنيا خربانه عليه، بس لا محتاجين يتذاكر شويه ويشوف فعلا هل فعلا الناس دي بتطبق معايير الاستدامه صح ولا لا. احنا جبنا كميه كبيره يا جماعه، انا راجع بثلاث شنط على ظهري. ده تشاينيز ده يا معلم. لايت ويت انرجي سيفنج وولز بانل. اوبا. ايوه. او ماي جاد. هي دي البتاع ده اختراع، البتاع ده اختراع من ورا الخيال كده. هي شركه صينيه تمام، دي لسه ما فتحتش في مصر، يعني هي لسه بتعمل مصنع ليها داخل مصر وبتعمل بقى منتجات زي ما اللي انتم شايفينه ده. بقى حاجه بقى ايه يا جدعان ده؟ فوم كونكريت، يعني عامله الواح بانلز سوليد تمام، خفيفه جدا، لايت ويت، واخد بالك في حاجات عاشق ومعشوق وحاجات زي هنا كده. طبعا زي ما انت شايف كده كلها مسمية مليانة فوم، عليها زي سيكنس من اليمين ومن الشمال كده بانل اسمنتي يعني عازل الصوت. الطوبة دي شكلها خطير يا جماعة، يعني مقاومة للحريق، مقاومة للحرارة، خفيفة جدا في الوزن وقوية جدا، وبتقدر تعمل فيها اي تركيبات ليك، بيقدر يعمل فيها اي تركيبات محتاجها، مثلا من وصلات كهرباء، وصلات مية، وصلات علب كهرباء وغيره، بالصاروخ بيشق على قد الحاجة اللي انت عايزها بالظبط ويعملها. تعتبر من اقوى الحاجات اللي شفتها في المعرض السنة دي. دي الشركة للرخام الاصطناعي، ما تعاملتش معاها مباشرة، يعني ما اشتريتش منهم منتجات قبل كده يعني، وبيعمل حاجات بديل الرخام، يعني بقى انت بيعمل بيها كل ما تتخيله بقى، يعني متحمل الصدمات والاوزان، بيعمل كسوات واجهات، وبيعمل حجر صناعي، بيعمل انترلوك وحاجات زي كده، بيعمل حتى القواعد والحواض والمباول والحاجات دي كلها. بس طبعا لما جيت كلمته على شهادات الاختبارات فيعني ايه لقيته تنح كده، يعني كلمته شويه عن شهادات الاختبارات، انت عندك ايه؟ قال والله احنا في السوق ما حدش اشتكى. وما حدش اشتكى مين يا معلم؟ طب ما انت ممكن تكون ضر بالصحه ولا فيك مشكله ولا بتاع. هو ما يعني ايه توه في الحته دي يعني. بس انا سالناه عن التحميل وكده، قال لك لا التحميل تمام وامان وكل حاجه وما عندناش مشكله، بس حتى يعني المفروض يبقى فيه بقى يعني اختبارات مثلا للصحه، هل بيأثر على الصحه والكلام ده كله، بس تقريبا ما حدش اتكلم في الموضوع ده معايا يعني.